دلوقتي عصير تك تك على طول كده، اوام اوام، كله فوائد ولذيذ جدا، ان شاء الله يعجبكم. عصير البنجر بالتفاح. المقادير معايا: مكعبات من البنجر المسلوق. انت بتجيبي البنجر وبتقشريه، بتحطيه في ميه سخنه على النار، بيبقى سهل جدا، واضح ان هو اتسلق، هتلاقي شكله، حتى لو حطيتي فيه سكينه ولا شوكه زي ما بنسلق البطاطس كده هتلاقيه اتسلق. تطلعيه وتقطعيه مكعبات حلوه كده، يبقى ظريف جدا. اهو معانا، معايا كمان مكعبات من التفاح، اوكي، معايا مكعبات من الجزر المسلوق برضو. ممكن وانتي بتسلقي البنجر برضو اسلقي جزرتين كده، بس في حله تانية يعني، عشان يعملوا طعم لطيف في المشروب الحلو ده. ومعايا كمان عسل ابيض حسب الاحتياج، انا هحط معلقتين كبار من العسل الابيض وميه متلجه، علشان ايه؟ يعمل لنا بقى ايه يعني العصير، بقى نحط فيه ميه متلجه بس كده. هي دي المقادير، مفيش اسهل من كده، وكله على بعضه في الخلاط وطعمه يجنن. هنحط البنجر كده اهو بهذا الشكل الظريف، البنجر تحفه. ومعانا احنا